الناخب الوطني. اخر حصه تدريبيه هذه الحصه بحالها في نفس الوقت غدا ان شاء الله غتجرى فيها المقابله، شنو الاشياء اللي كيركز عليها الناخب الوطني في هذا الاثناء؟ كنظن بعد اولا من ناحيه ديال الملعب، فجنوب افريقيا برهنت في كاس العالم بانها على اعلى مستوى فيما يخص الاحتضان هذه التظاهرات الافريقيه ولا العالميه. اللي يمكن كنظن الناخب الوطني اللي غادي يركز عليه اكثر، سمعنا بان حتى الحصه ممكن تكون مغلقه، فهي مساله باش نوضحوا كتكون مغلقه لكن كتكون دائما عندك واحد المده زمنيه في الاول 15 دقيقه باش انك تاخذ الصور فقط. بالفعل هي كتكون بالاخص على الكره الثابته هي اللي كتكون اكثر، وبعض الاوتوماتيزمات فيما يخص التكتيك اللي كيبغي يشتغل عليه المدرب انه كيدير بعض الروتوشات فيما يخص تموضع اللاعبين وإعادة التموضع والأرضية الملعب كذلك. الأرضية الملعب اكتشفها على الأقل.